تتواصل فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف. يعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. المزيد ينضم إلينا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. محمد، ضعني في صورة الفعاليات وأبرز ما يتم مناقشته في أروقة المنتدى. محمد الخطيب ينقل لنا الصورة من منتدى الإعلام الرياضية. محمد، أسألك عن الفعاليات وأبرز المحاور بداخله. محمد، محمد، ماذا عن فعاليات منتدى الإعلام الرياضي وأبرز فعالياته في جلسات النقاشات وحوارات مختلفة انطلق بالأمس وتستمر حتى اليوم في الإعلام الرياضي ومشتملاته بأطرافه المختلفة؟ الخدمات الإعلامية بتنظيم هذا المنتدى الكبير والهام والذي يخص الإعلام الرياضي. اليوم هو اليوم الثاني والأخير من فعاليات المنتدى. نتحدث عن حوالي 5 من ورش العمل التي سوف تعقد اليوم. بالفعل يعني لدينا ورشتان من هذه الورش، بالفعل يعني انتهت منذ قليل. يمكن الورشة الأولى كانت يعني تتصدر المشهد بعنوان كبير وعنوان مهم، إعلام رياضي، كيف يمكن أن نصل إلى إعلام رياضي خالي من التعصب؟ وهنا تم التطرق إلى العديد من النقاط التي يجب أن يتحلى بها سواء كان من المعلقين الرياضيين أو المحللين أو حتى الجمهور، ليكون الإعلام المصري الرياضي بالفعل خالي تماما من التعصب. كان هناك أيضا التطرق إلى عدد كبير من المعايير المهنية وضرورة التأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية الخاصة بالإعلام الرياضي ليخرج الإعلام الرياضي المصري بشكل ملتزم وبشكل مهني كبير، بعيدا عن التعصب وبعيدا يعني عن أي ما يعكر صفو المباريات التي تقام على هامش العام. ايضا كان هناك يعني اقتراح بان تكون هناك يعني حمله اعلاميه كبيره. هذه الحمله تكون موجهه للجماهير وتكون موجهه لعشاق الكره المصريه بضروره الالتزام والتحلي باخلاقيات الكره المصريه لنبذ التعصب بشكل كبير عن ما هو عليه يعني سابقا. ايضا لدينا جلستان مهمتان اليوم. نتحدث عن جلسة خاصة بأخلاقيات الكرة المصرية، هذه الجلسة سوف يحاضر فيها العديد من الأكاديميين والمتخصصين بالشأن الرياضي. أيضا هناك جلسة خاصة بسلوكيات الإعلام الرياضي وكيف يمكن أن يكون الشخص أو يكون المشجع هو علامة تجارية لنفسه ونموذج يحتذى به للمشجعين الذين ينبذون التعصب. يمكن هذا هو ما لدينا إلى الآن من جديد، وأعود إليكم مرة أخرى. نعم، بالطبع منتدى في نسخته الأولى عن الإعلام الرياضي في غاية الأهمية بموضوعاته التي يتم التطرق لها. أشكرك محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري.